بكرة الآن تقريبا وقت صلاة ما بقى شيء على الأذان. طيب كواليس الكليب الرائع جدا 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 اللي خلال 24 ساعة تم عمل هذا الكليب تنفيذه وتسجيله، وكان كليب مبهر جدا. ومن هذا المنبر الجميع شكر المنشدين والمتسابقين، أنا أشكر اسم واحد أمانة، زيدان الوايلي، شكرا من أعماق القلب، شكرا يوسف سراج، شكرا على هذا العمل الرائع اللي نفذتوه واثبتوا قوه القناه. شكرا ليوسف سراج على التصوير، شكرا لزيدان الوايلي على الفكره، شكرا لزيدان الوايلي على الاخراج، شكرا لزيدان الوايلي على المونتاج، شكرا لزيدان الوايلي على المحتوى الجميل، شكرا على زيدان الوايلي على السهر 24 ساعه، اقل من 24 ساعه عشان يخرج هذا الفيديو. شكرا لزيدان الوايلي على المعصوب، لانه وعد المتابعين المعصوب اذا ضبطوه. عندي سؤال، انا العمل جدا اعجبني ابو عبد الله، بس عندي سؤال، هذا مو بعمل يصنف العمل للنسخه كامل؟ نعم. ليش ما شارك جميع المشاهدين؟ ليش يضيعون فرصه مثل هذه؟ لا لا معذره، وهذا فيديو كليب لهم يا فهد. لا بالعكس، بعطيك مثال، بعطيك مثال، ما عندك مثال على العمل؟ لا لا بعطيك مثال. ايش البراي ما عرف يطبقوني، ما اختلفنا يا ابو، هو جماعي تبغى جماعي، ما اختلفنا، ما عرف يطبقوني. انا اكلمك عن فيديو كليب، ما اكلمك عن عمل مسجل. الان فكره زيدان يا عبد الله انه يجيب فن كل ما يطبق غير الاثنين دولي. طيب اسمع، انه يجيب كل موروث شعبي من موروثات الشعبيه للمتسابقين. اليوم جاب موروث مثلا قبائل، اذا هذه النيه هذا شيء، ناوي يجيب موروث قبائل شمر، ناوي شيء جميل. طيب هذا طيب، انا ما ودي يعني، عندنا محاور كثيره والله، بناجل بنضطر ناجل كثير منها لبكره، من ضمنها الكليب، من ضمنها ايضا اعمال كثيره وامور. خلونا نشوف نواف التبقى.